مهلا فرح، رح نروح لفقرة كتير مميزة ومع ضيفة رغم صغر سنها إلا أنه هي كمان مميزة كتير بمجال مهم جدا، وأصبح هذا المجال لغة العصر مثل ما بنسميه، اللي هو له علاقة بوسائل التعلم باستخدام الكمبيوتر. ويمكن في كتير شباب وصبايا من أعمار مختلفة بيقضوا وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الكمبيوتر، ولكن مو الكل بيقدر يستخدمه بطريقة إيجابية. اليوم ضيفتنا قدرت انه هي تستخدمه بطريقه ايجابيه وتتعلم مهارات تعليميه متنوعه وتنشئ مشاريع صيفيه تستفيد منها بدراستها. معنا الطفله الكاتبه تاليا حجازي، قدمت مؤخرا مشروع صفي ناجح لعدد من المواد من خلال استخدام تطبيق الباوربوينت. صباح الخير تاليا، اهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير تاليا. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله منيحه. هلا خبرينا اول شيء عن تاليا، شو بتخبرينا عنك؟ اي صف انت؟ وشو كيف اليوم اشتغلتي على مشروعك بالصيف؟ انا اسمي تاليا حجازي، عمري 12 سنه، نجحت على الصف السابع. انا بلشتي امتى تدرس حاسوب؟ مو تدريس، مهارتي انه انا بحب انه اقعد على الحاسوب. بلشت من انا وصغيره، كنت صف اول، بسبب انه بابا بدرس هالماده وكمان بالمدرسه بيدرسونا اياها. بلشت على برنامج الرسام، كنت انا بحب الرسم كثير، فكنت ارسم على الورق. فلما بلشت انا ارسم على برنامج الرسام، كنت الرسمات اللي كنت طبقها على الورق كنت ارسمها على برنامج الرسام. بعدها انا انتقلت لمرحله اسمها الرسام ثلاثي الابعاد، هذا كمان انه بنرسم فيه بس بنطبق اكثر، يعني الشغلات اللي بنرسمها مثلا الانسان اللي بنرسمه نحن، فبنعمل له ظلال للشعر مثلا للايدين هيك. وبعدها انتقلنا لبرنامج الوورد، انا كنت اكتب نصوص فيه، مثلا بكتب نص قصص هيك شيء يعني. فالوورد هو كان اصعب شيء انا كنت اخذته، هيك كان هو، بس انه انا كنت اكتب قصص حلوه. وكمان كنا بالمدرسه نتعرف على انه مثلا كيف نغير خط، كيف نغير لون خط هيك. بعدين انتقلنا لبرنامج الباوربوينت اللي هو احلى شيء انا حسيته، هو بنساوي بنطلع شرائح، بنساوي عروض تقديميه. العروض التقديميه كثير حلوه، فأنا سويت واحد عن ثلاث مواد اللي هن رياضيات علوم اجتماعية، هدول ثلاث مواد أنا كتير بحبهم، فبشان هيك سويت عنه. خلينا نحكي بالتفصيل أكثر. كمان تاليا اليوم أكيد في مساعدة كانت كتير كبيرة، إن كان من الأهل إن كان من الناس المحيطين فيكي، فأدي كان في تشجيع. واليوم شو الخطة الجديدة؟ لأنه تاليا ما عم توقف أبدا من مشروع لمشروع، فخبرينا اليوم شو الخطة الجديدة تاليا؟ أنا عم فكر إنه مثلا إذا سوينا قصة نطبعها ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف إنه تفاعلوا عليها إذا حبوها ولا لا، يعني انه هي قصة تكون جميلة. جربتي تاليا تنشريها؟ يعني نحن انه لازم نعطي افكار انه الناس ما بيعرفوها، مثلا نبحث عن تطبيق جوجل انه عن شغلات نحن ما انه قليل من الناس يعرفها، مثلا انه عدد مثلا الناس في بلد من البلاد هيك، مثلا انه نساوي قصص عليها، قصص خيالية هيك حلوة، مجلات حلو. يعني اليوم انت بلشتي تستفيدي الباوربوينت، يعني اغلب الاشخاص اللي بيستخدموه بيكون عندهم دراسات بحثية، بيكونوا كبار بالسن، بنشوفهم بدراسات الماجستير والدكتوراه، لما بده يقدم شرح فبيستخدم الباوربوينت لانه بيخليه يدخل الصور والخرائط مع المعلومات. فانت بلشتي على موادك بالمدرسة الرياضيات والاجتماعية، خلينا نحكي لما قدمتي هذا الشيء بالمدرسة كيف كان ردة فعل الاساتذة؟ شو وصفوا هذا الشغل اللي اشتغلتي عليه؟ هلا كانوا عندنا انستين حاسوب، فكان انه انسه بتدرسنا العملي على الكمبيوتر، والثانيه بتدرسنا انه على اللوح. فاول شيء اجى نحن كنا بالمدرسه، فكنا عم نساوي هذا المشروع، فكانت دائما تطفي الكهرباء وتشعل، تطفي الكهرباء وتشعل، فما كنا نعرف نساوي ما تلحقوا تشتغلوا ويروح كل الشغل. فقالت الأنسة إنه اللي بيحسن يساوي على فلاشة يجي، طبعاً ما حدا سوى على الفلاشة غيري،
سويت على فلاش، رحت عند أنسة اللي بدرسنا على الكمبيوتر فعطيتها اياه، قالت لي انه بنشوفه بنحط لك عليه علامه. طبعا أنسة حبته ففي طلاب كمان مساووه على المدرسه وما لحقوا فما اخذوا كل العلامه، فانا اخذت انه يمكن تقريبا انا الوحيده اللي اخذت هي العلامه التامه صفي. هلا الحلو بتالي انه هي كاتبه بنفس الوقت عندها اهتمامات بمجال الكمبيوتر يلي هو كمان ساعدها يمكن بالكتاب بشكل كثير كبير. تاليا حابين نعرف ايمتى حتنشري شيء من قصصك، قد ايه حابه يمكن تطوري مهاراتك ان كان بالكتابه او في مجال الكمبيوتر كمان؟ هلا انا يمكن هالصيفيه ممكن، انا ما عندي حساب خاص فيي، فممكن حساب البابا ممكن اي حساب ماما حساب بابا اي، فممكن انه نساوي قصه، نبحث انه عن شغله جديده الناس ما كثير بيعرفوها، نبحث عنها نحطها انه نصورها ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف التفاعل عليها اذا الناس انه هي الشغله جديده عليهم ولا لا. هدول انه مثلا انه البحر انه قديش مساحته وهيك يعني. اكيد. هلا تاليا باعتبار البابا دائما بيساعدك بالكمبيوتر، هو استاذ بالمعلوماتيه وبيدرب، بتحضري صفوف بتشوفي مثلا الكبار شو عم يتفرجوا على برامج شو عم يتعلموا، بتحبي انك انت تتعلمي في برامج معينه حاطه ببالك انه انا هي بدي اتعلمها رح تفيدني اكثر بس اكبر بشغلي؟ لا انا مسجله بالدوره مع بابا او سي دي ال، كل شيء بيعطي بتتعلمي أي. عليه فهو انه انا بالمدرسه اخذ شغلات انه اكثر من بابا هلا اللي عم يعطيها، مثلا بالباوربوينت كيف نوصل شغله لشغله. هي الشغله لما كنا عم نسوي على برنامج الباوربوينت ما طلبوا ما علمون اياها، فانا تفاجات انه يعني ليش ما تعلمون اياها. انت حتنافسي شو هو؟ انت حتنافسي البابا يمكن بجدارتك بالكمبيوتر. هلا تتوقعي انك انت تستمري بهذا المجال تاليا؟ ان شاء الله. فهلا انه بالصيفيه ايه اكيد، فبالشتويه بيكون في عنا دراسه فما كثير. هلا بالصيفيه ايه اكيد انه بنساوي شغلات منيحه انه بتخلي الناس يستفادوا منها. بتجربي تعلمي رفقاتك كمان؟ اذا ممكن. حدا من رفقاتك بحب مثلا وما عنده هي المعلومات او ما عنده حدا مثلا يساعده او يعلمه، بتجربي؟ بجرب ليش لا. بدها تنافس اكيد، بدها تنافس بقوه. الحلو كمان بالموضوع فرح ان احنا عم نحكي عمر صغير كثير ويصير عندهم اهتمام عملي وعلمي اكثر من اهتمام اللي هلا عم نشوفه على للاسف عند كثير اطفال من هذا العمر. يعني اذا انت حتى تاليا ما عندها حساب على الفيسبوك تماما، وهذا شيء كثير ملفت واكيد بيرجع للاهل. يعني هون دائما بنشكر الاهل ان كان الام او الاب انه قدروا يعملوا الكنترول الصح على اولادهم لحتى يستفيدوا. تاليا قبل ما نختم معاكي خلينا نقول كم قصة كتبتي، تحكي لنا شوي هيك عن القصص، شو أكتر شيء لفت نظرك هيك خلاكي تكتبي عنه؟ لا أنا كتبت قصة بس مو على البرنامج الوورد، كتبته كتابة على الورق عادي. هلا هو كان في عنا قصة ماشي بالعيد الماضي، كانت عم تعطينا قصص ماشي، عم بابا عطانا هالقصص وقلنا نلخصهم. فانا انا لخصتهم بين اخواتي انه هن ما عرفوا يلخصوا، قعدوا يقولوا لي انه حطينا عن خط الشغلات المهمه، حطينا خط نحن بننقله. فانا ما قلت له على الشغله، فكروا انه هن لحالهم انه هيك لخصوا، انا لخصت لهم اياها ولخصت لحالي. كان قصص مثلا عن الدببة، انه هدول ثلاث دببة، ماني متذكره كثير القصص انا انه من زمان. اكيد يعني تاليا نحن كثير انبسطنا انك كنتي معنا لليوم، مبسوطين اكثر بهذا العمر الصغير مثل ما قلنا، بدي اتمنى لك كل التوفيق. بدي اتشكر الاهل سلمى اللي نحن دائما بنقول انه هن الاساس لحتى يعملوا شخصيه حلوه باولادهم ويزرعوا فيهم اوقات حتى هوايات ممكن ما تكون موجوده وهي تنزرع، واوقات يطوروا بهوايات وموهبات اطفالهم. تاليا شكرا كثير لك، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شكرا لك تاليا، واكيد فرح يعني بنتمنى قد ما بنقدر هيك نستعرض هيك مع الناس دائما نماذج من الاطفال، نماذج من خليني اقول المبدعين المتميزين بمجالات متعدده.